السلام عليكم. اليوم بتكلم على واحد من اكثر الانمي المظلومة جدا، واحد من الانميات اللي انا اعتبرها اسطورة من اساطير الانمي، لكن للاسف ما هي معروفة، او على الاقل ما هي معروفة عندنا. اكثر الانمي المشهورة عندنا هي زي ايش؟ ناروتو، ون بيس، ديث نوت. والشيء المشترك بين هذا كله انه انه القصة انتهت او انها ما زالت مستمرة. الانمي اللي حاتكلم عليه لا انه القصة انتهت ولا انه استمر، حقول لكم كيف. الانمي ده هو بيرزيرك. بيرزيرك عبارة عن انمي دارك سوداوي مظلم جدا، نزلت منه 25 حلقة بس، عرضت من 1997 ل 1998 من غير ما تنتهي القصة. اللي صار ببساطة انهم عملوا 25 حلقة بس من الانمي والباقي كملوه مانجا، والمانجا اصلا صادرة من 1989 من زمان. القصة عن شاب اسمه جاتس. جاتس ده حياته من يوم ما اتولد زي الزفت. كفاية اقول لك انه اتولد من جثة امه، وبعد احداث مأساوية كثيرة جدا يصير مقاتل بارع، مبارز بالسيف مجنون، وشهرته توصل لكل مكان، لبعدين التحق بفرقة اسمها باند اوف ذا هوك. والفرقة دي القائد حقها اسمه جريفيث. جريفيث وجاتس هما أساس القصة. جريفيث حلمه إنه يصير يوم من الأيام من النبلاء ويمتلك مملكة وتصير مملكته الخاصة. القصة عن الخير والشر، القصة عن قد إيش الشخص ممكن يتغير عشان يحقق طموحه، ممكن يوصل لظلام، ممكن يوصل لأنه يصير متوحش بس عشان يحقق اللي يبغى. من الأشياء الرهيبة مثلا في القصة إنه جاتس ما يشيل أي سيف، لازم السيف حقه يكون ضخم. غير انه كبير وطبعا تقيل، السيف مو حاد، وفوق ده كله السيف تقيل وضخم ومو حاد، لكنه يقدر يقطع اي احد قدامه، والسبب انه قوة القبضة حقت قص وقوة التلويح حقته في السيف جدا مهولة. اتفرجت على الانمي دي ايام الجامعة، شفت ال 25 حلقة تقريبا في يوم او في يوم وشوية، غلقت اخر حلقة وانا اقول ها؟ فين؟ ادوني ابغى اشوف. في الاخير قال لازم تكمل المانجا، استنيت سنة، اثنين، ثلاثة، اربعة، ابغى اكمل انمي، انا ما اقرا مانجا. لكن بعد 16 سنة او 18 سنة، المهم في 2016 كملوا القصة بانمي. فالآن أنا مستمتع جداً بتكملة القصة، أخيراً عرفت أشياء وتساؤلات كانت عندي. في عز الحماس حق الأنمي في 2004 لما وقفت لقيت إنه ما في حلقات تانية. من أجمل الأنميات اللي ممكن تشوفها، عيبه إنه مليان دم، عيبه إنه مليان عنف، عيبه إنه فيه كمان مشاهد فاضحة كتير، عشان كده هو R-rated. آخر معلومة، سنة 2013 الأنمي اللي مكون من 25 حلقة أخدوه عملوا منه فيلم من 3 أجزاء. الفيلم بطبيعة الحال الرسومات فيه أفضل، الأصوات فيه أفضل، القصة طبعا زي ما هي، لكن أنت كمشاهد لو تشوف الفيلم حق 2013 أفضل لك من أنك تشوف النسخة القديمة، لأن الرسومات فيها نوعا ما متحمس، بالذات إذا ما أنت حق أنمي مرة أو دوبك بدأت في الأنمي. أعطيه وبضمير مرتاح جدا 9/10. لو عندك أنمي شايف انه مظلوم، شايف انه في ناس كتير ما هي عارفاه، او شايف انه مو اخذ حقه، يا ريت تقول لي عنه في التعليقات، وان شاء الله اتكلم عنه في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير.